مساء الخير والعوافي لكل المستمعين بكافة أنحاء دول العالم وخاصة بالوطن الأم لبنان. منطلع عليكم الليلة مثل العادة الساعة 9:30 بتوقيت الجبل لحتى نطلعكم على كافة التفاصيل ولحتى نشارك آراء الآخرين إن كان من سياسيين أو من مسؤولين بالدولة اللبنانية أو حتى من صحفيين وإعلاميين لحتى يحطونا بالصورة وينقلوها مثل ما هي، بما أنه الصحافي والإعلام لازم هيكونوا مرآة المجتمع وخاصة بدولة مثل لبنان. الليلة منطلع عليكم مع الإعلامية صفاء درويش لحتى نوقف بحلقة تقريبا مدتها نص ساعة لحتى نحكي بالملفات الأنية وخاصة بملف رئاسة الجمهورية وبالجلسة اللي صارت اليوم، شو انطباعاتها وشو اللي ناطرنا بالمستقبل القريب فيما يتعلق بملف الرئاسة، وعن زيارة أيضا الوزير جبران باسيل لفرنسا والاجتماع مع عدد من المسؤولين بالكيدورسي لحتى نشوف شو انطباعاتها، وهيك منوصل الفكرة مثل ما هي للناس مباشرة. دقيقة ومكون معكم، أعطوني شوية ثواني لو سمحتوا. عملنا سبق وتجربة، الإنترنت منيحة بلبنان اليوم وإن شاء الله كل شيء بيمشي على تمام. دومازيل صفاء، صار اللينك عندك. وهيك كمان نستأنس شوي بالجلسة اللي صارت بين نبيه بري وسامي جميل. دومازيل صفاء، صار اللينك عند حضرتك مثل ما عملنا بالتيست. العوافي لكل المستمعين الشباب والصبايا وين ما كنتوا بكل دول العالم، على انتظار تعطينا الإشارة وتبعت لنا الانفيتيشن دوموزيل صفاء درويش لحتى نقدر نباشر بهيدي الحلقة، وإن شاء الله ما يكون في أي عطل تقني، وخاصة إنه الإنترنت مثل ما جربنا بالتيست منيح. وبدنا نحكي أكيد بملف الرئاسة وبملف أيضا الزيارة اللي عملها الوزير جبران باسيل، لحتى نوقف على كم معطى، خاصة انه نسمع بعض الصحفيين والاعلاميين، ما بعرف كيف بيحكوا بأي طريقة، خاصة عندما يحكوا عن مرشحي رئاسة الجمهورية، وبخص بالذكر يعني هون مش عم بزم فيهم، الصحافي جوني منير والصحافي شو اسمه، نسينا اسمه. على كل حال بيطلعوا بيحكوا وخاصة عن موضوع رئاسة الجمهورية ومرشحين على رئاسة الجمهورية، مثلا هن بموقع بالوظيفة الأولى وما بحق لهم يقولوا إنه عن حالهم مرشحين، ما بعرف ليه ما بيطلع بيانات لحتى يمنعوا هيدا الكلام صراحة، لأنه ما بالصحافة أولا وما بيليق أصلا بالشخص اللي عم بي اسمه او يجيبوا سيرته بموضوع بازار الترشيحات، وهذا الشيء لازم يتعلموه الكل انه ما حدا يخرق القانون بهيك نقاط بالتحديد. الله معك مرحبا، كيفك؟ كيفك؟ مرحبتين، ماشي الحال؟ الحمد الله لله. يعافيك. اول شيء الحمد لله على السلامه، ثاني شيء اهلا وسهلا فيك، ثانك يو نورتي ثانك يو. الشاشه والشباب والصبايا كلهم ناطرين هيدي الحلقه. دوموزيل صفاء، شفنا امبارح زيارة الوزير جبران باسيل على باريس، وشفنا كمان اليوم جلسة الانتخابات الرئاسية، وشفنا المشاهد اللي صارت بين رئيس بري والنائب سامي جميل على خلفية موضوع
تفسير للمادة 49 اللي بتحكي عن النصاب، رح نحكي بهذا الموضوع، ولكن شوي معطياتك عن موضوع ملف رئاسة الجمهورية، وين صرنا وشو اللي ناطرنا لاحقاً؟ هلا الاجواء كلها عم بتشير بانه الفراغ الرئاسي كما يبدو اذا ما صار في اي مبادرات جديه او حلول جديه فالفراغ طويل نوعا ما. ما في اي بوادر خير لليوم. الملف الرئاسي، الاسامي اللي عم تنطرح اللي نحن عم نشوفها بالمجلس النيابي هي كلها بتندرج ضمن اطار المسرحيات، وما في اي اسم فيهم جدي او ما في اي اسم عنده حظوظ فعليه على للوصول للرئاسة، تحديدا اسم ميشيل معوض، يعني اللي هو صار من الأسامي اللي هي بس لتعرف شو عدد النواب اللي هن بفريق معين أو قديش معقول يوصل هذا الفريق بالأصوات، استعملوا اسم ميشيل معوض، وأيضا ليكون نوع من طرح اسم تحدي بوجه فريق معين كمان اللي هو ميشيل معوض. ليش في ورقة بيضاء بالمقابل من فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر؟ لأنه مثل ما قال الوزير باسيل أنه طالما ما في اسم جدي نحن ما حنروح للخيارات اللي عم يستعملها الفريق المقابل واللي هي مسرحيات معينة. هلأ بالفترة الأخيرة في جوين يعني صاروا هن مش أجواء، هن معلومات أشيعت بشكل كتير كبير عند الطرف يمكن اللي هو الأقدر اليوم على أنه يقدر يحط مواصفات للرئيس اللي هو فريق 8 آذار وتحديدا حزب الله، عم بيجرب يشيع بأنه لا يعني ما في أمل لرئيس وسطي أنه يكون موجود، وسطي بمعنى ميشيل سليمان وغيره، والأسامي اللي عم تنطرح مثل مثلا زياد بارود وكمان غيره، لا هذا الرئيس منه المواصفات اللي المرحلة اليوم تتطلبها، هذا الرئيس ما عنده حظوظ ليكون موجود اليوم، البديل هو رئيس تسوية، رئيس تسوية مش رئيس وسطي. رئيس التسوية اللي عم ينحكى عنه اللي كمان حكى عنه السيد نصر الله بالخطاب الأخير وشرح وفند المواصفات، وكان الكل عم يسأل إنه مين هو هذا الرئيس. إذا نحن بدنا نيجي نشوف هاي المواصفات وما يقصده حزب الله واللي عم بيشي له حزب الله، فأنت عندك خيارين، هي يا الوزير باسيل يا أما سليمان فرنجية. شاع أشاع، نعم حزب الله ما راح ليقول بالمباشر أنا بتبنى اسم سليمان فرنجية، لأنه نحن بنعرف إنه الاستراتيجية تبع الحزب هي مش هيك، ما راح يروح يعطي اسم أو يتبنى اسم إذا ما كان واثق بوصوله لسدة الرئاسة، ولليوم ما في شيء يعني بخليه يكون واثق انه سليمان فرنجي رح يوصل، ولكن هو قال للي كان عم يلتقيهم او اللي كان عم يتفاوض معهم، هيك المعلومات بتشير للي كان عم يتفاوض معهم انه ما بقى تناقشوا باسامي اخرى لانه انا هلا بمرحله سليمان فرنجي، اذا هو رايح بطرح سليمان فرنجي للاخر، يا اما ليتم الاتفاق على سليمان فرنجي يا اما لينحرق اسم سليمان فرنجي، يعني النتيجه غير معروفه بانه اذا رح يقدروا يوصلوا سليمان او رح ينحرق اسم سليمان، ولكن من هون لتصير النتيجة معروفة ف يعني ما حيكون في طرح لاسم اخر من قبل حزب الله، هاي اجواء هيك بتشير. ليش بالمرحلة الحالية بدهم رئيس يمتلك هيدي الصفات؟ لانه حسب ما عم بيقولوا بانه ما بتحمل المرحلة انه يروحوا لمرحلة سليمان ميشيل سليمان اخرى، يعني الوضع بلبنان ما بيحمل خاصة بعد ترسيم الحدود وبعد اتفاق الغاز وبعد المرحلة اللي رحنا طلعنا منها، وفي شيء بدنا نشدد عليه لنكون واقعية اللي هو ما عم ينحكى بالتوازن مع اللي عم ينحكى من أجواء 8 آذار بأنه كمان المرحلة اللي قطعت يعني بالعهد اللي كنا فيه صار من الواضح أنه أنت ما بتقدر تتخطى الرغبة الأمريكية، يعني ما فيك الا ما توقف على خاطر الرغبه الامريكيه، لانه في عندهم القدره على تخريب الوضع بلبنان، وانت مجبور اليوم لو بدك تروح على رئيس، نعم حزب الله يقول انا بدي رئيس بده يكون مع المقاومه علنا وما بده يتعامل بظهره وغيره وغيره، اللي قادر واللي عنده هاي المواصفات هن شخصين اليوم، ولكن بذات الوقت بده يكون في قرار أمريكي بغض النظر أو بالموافقة عليه أو على القليلة ما بيكون بيستفز
الطرف الأمريكي والغربي والعربي وغيره. إذا هذه المواصفات الرئيسية اللي هي مطلوبة اليوم. البعض يقول أنه بمؤتمر الطائف جلوس سامان فرنجية بالصف الأول والتعاطي اللي صار مع سامان فرنجية هي قد تكون إشارة لحزب الله أنه نحن ما عندنا مشكل بسليمان فرنجية، ولكن أنتم رشحوه نحن ما رح نرشحه لأنه هو 8 آذار. الأكيد أنه اليوم حزب الله حتى في حال بده يروح على مرشح فهو ما بده يروح بطريقة استفزازية، بده يروح على مرشح يكون في غض، مثل ما كنت عم أقول لك، غض نظر عليه على القليلة أو موافقة عليه من الخارج بذات الوقت. ولكن هون هلأ كنت عم شوف تويت للوزير السابق وئام وهاب، توجه فيه للوزير باسيل عم بيقول له بانه بكل محبه، ولكن يمكن قال انه الطريقه اللي عم بيواجه فيها الحلفاء هي مش هيك. بس نحن هون بدنا نذكر بشيء، بانه الوزير باسيل اللي تعرض لعقوبات، هذه العقوبات كان بعده عم يحكي عنها بمقابله اليوم، انه سببها هو واضح، هو سببها تحالف مع حزب الله ومش اي سبب اخر. الوزير باسيل اللي من بداية العهد لليوم هو اللي بظهره عم يحمي التوازن اللي موجود بلبنان، وهو اللي كان عم يتصدى لكل الحرب اللي صارت على المقاومة وعلى لبنان، وهون هو عم يتصدى لهاي الحرب بغض النظر عن إذا هن حلفائه أو لا، لأنه هو بآمن بأنه المكونات اللبنانية كلها هو لازم يدافع عنها، مثل ما صار الدفاع عن سعد الحريري لما كان بحاجة، مثل ما صار الدفاع عن الكل وقتها كان بحاجة. وبذات الوقت مش رح يترك المقاومة بوقت كان عم يصوب عليها من الخارج، وتحديدا انه القضية الوطنية اللي هي لبنان اللي هو بيأمن فيها. اذا نحن كنا بست سنين قطع ببداية العهد نحن شفنا الوزير السابق سليمان فرنجية وين كان؟ نعم كان موجود بالعهد ومشارك، ومن لما بلشت الضرب على العهد ومحاولة ضرب العهد اللي صارت ب 17 تشرين اللي هي كانت بطريقة غير مباشرة موجهة على المقاومة، وين كان سليمان فرنجية؟ سليمان فرنجية ما أخذ أي موقف مع المقاومة بالوقت اللي كانت عم تنضرب بلبنان، بل أكثر من ذلك. إذا نحن بنراجع ببداية 17 تشرين خلينا نشوف شو كانت مواقف سليمان فرنجية وطوني فرنجية ووين كانوا بأي خندق. نعم يقول حزب الله بأنه سليمان فرنجية بيقدروا يراهنوا عليه وبيقدروا ياخذوا منه كلمة بأنه هو رح يكون مع المقاومة وهو ما رح يغدر وهو حليف سوريا. نعم، ولكن بآخر 3 سنين وين كان؟ كان عم محيط حاله لأنه ناطر إذا أجا ملف الرئاسة ما حدا يكون عنده مشكل. كان ببداية المعركة اللي عم بتصير هو أقرب للطرف الآخر لحسابات ضيقة، وين كان؟ بالوقت اللي تعرضوا التيار الوطني الحر كاملا، مش فقط الوزير باسيل، تعرضوا لضغوطات ولحصار ولحملات ولهجوم هو كان مشارك فيه هو وجماعته. اليوم عم يجي يقول حزب الله انه لا، عم بيسابي فيه الوزير سليمان فرنجية والوزير باسيل. ما بعتقد هيك تقاس الامور. وانا اعتقد انه الوزير باسيل، يعني تويت الوزير وئام وهاب، من الواضح انه يمكن في امتعاض من 8 اذار وحزب الله من موقف وتجاه سليمان فرنجية، ولكن بذات الوقت اللي قاله الوزير باسيل هو مش موقف، يعني تحليليا هو منه موقف بوجه حزب الله، هو موقف بوجه الخيار اللي هو بيأمن فيه لرئاسة الجمهورية واللي واعد التياريين فيه واللبنانيين جميعا بأنه لا، نحن بدنا رئيس صنع في لبنان، نحن بدنا رئيس، هذا اللي كان عم يشير له اليوم بالمقابلة وبوضوح، نحن بدنا رئيس يكون عنده مشروع، نحن بدنا رئيس يحمل مشروع كامل. لبنان مش مشكلتها فقط في أزمة حكم كبيرة، ولكن ما بتنحل فقط برئيس جمهورية. ونعم الوزير باسيل وحزب الله بيلتقوا بملف الرئاسي بشيء واحد اللي هو حماية أمن لبنان وحماية المقاومة وحماية المكونات الموجودة بلبنان، حماية السلم الأهلي. نعم هون بيلتقوا، ولكن اللي قاله الوزير باسيل أنه نحن ما بنتفق مع حزب الله بكل شيء، لأنه ما بيتفق معه بمشروع الدولة، ما بيتفق معه بمستقبل مشروع لبنان، ما بيتفق معه بالحل الكامل والشامل. قد يلتقوا على نقطة معينة، أكيد بيلتقوا عليها، هذه غير كافية. فخلينا نروح للحلول الأخرى، بعد ما نروح لحلول شاملة ساعتها بنشوف من الأسامي المطروحة مين قد يكون بناسب الطرح اللي عم بيروح له
حزب الله، هذا هو الأقرب للمنطق. ولكن من الغير المنطق إنه يكون رئيس الجمهورية فقط المطلوب منه أمر واحد. احنا حنسلم انه المطلوب منه امر واحد، انه ما يغدر بلبنان، يكون وطني، يحمي كل المكونات، نعم، ولكن في مواصفات اخرى هيدا غير كافي. اللي تحمله الشارع 6 سنين من العهد وكان عليه الخبيط من كل الميلات، ما بيقدر اليوم يسلم بهاي السهولة بس لصفة واحدة. لا، نحن بنطلب اكثر من ذلك. الوزير باسيل، تحركاته اللي عم بتصير على صعيد فرنسا وقطر وغيرها هي منا بملف الرئاسي ومنا على صعيد شخصي مثل ما عم ينحكى. في عندك مشروع اقتصادي. هلا نحن بعد ترسيم الحدود وبعد النفط والغاز، في استخراج النفط والغاز، في انت وين بدك تسيل النفط والغاز. نحن بلبنان الخيارات اللي عندنا منا كثيره. انت في عندك خيار انه يروحوا على مصر عن طريق فلسطين المحتله، وهيدا تطبيع. لبنان ما حيقدر يروح لهذا الخيار. الخيار الآخر يلي هو انه يعني الخيار الآخر اللي هو البنى التحتية، يعني بحاجة لبنى تحتية بلبنان. ونحن بنتيجة الفساد اللي موجود بلبنان ونتيجة الفساد اللي بعدهم مصرين عليه، ما قادرين يكون عندنا بنى تحتية بلبنان. وإذا اليوم بدنا نروح لبنى تحتية فهي حتكلف الكثير ولبنان غير قادر عليها. في قطر، الدولة اللي بتملك البواخر واللي قادرة على مساعدة لبنان بملف الغاز وما تكون موجودة تجاريا، علاقات قطر تاريخية مع لبنان وهي جدا ممتازة. إذا هي الحل الأنسب اليوم لترجع قطر دخولها على لبنان من بوابة الاقتصادية. الوزير باسيل الأكيد أنه عنده طروحات اقتصادية شاملة للبنان، بالوقت اللي غيره بلبنان عم يحكي، هن عم يحكوا عن الآيكو، بالوقت اللي هن كل اهتماماتهم اسم من هون وخبرية من هون، وهيدا قال هيك وهيدا قال هيك. الوزير باسيل عم يبرم من بلد لبلد لا يعطي مشروع كامل وشامل لاقتصاد لبنان، لمستقبل لبنان، حلول. عم ينظر مش لليوم او لهي اللحظة، خلص صار اتفاق الترسيم وراء، عم بفكر بما بعد اتفاق الترسيم. ومثل ما قال بلقائه بباريس انه نحن مش اليوم عم نحكي بكيف بدنا نقسم بيناتنا، هيدا شو بيطلع له حصة وهيدا شو بيطلع له حصة. هو لا، راح على مكان آخر، على حلول شاملة، على حلول اقتصادية. اليوم لبنان ما بقى بيحمل نتعاطى بالطريقة اللي كان عم تعاطى فيها سياسيا وبالنكد السياسي اللي كان موجود سابقا. وتحديدا كمان بملف الرئاسة، هل الوزير باسيل مرشح أو لا؟ هو قال أنه هو غير مرشح، ولكن مرشح طبيعي. هو مش فكرة مرشح طبيعي. تفضل. تبدو أستاذ صفاء، من بعد هذا الكلام اللي حضرتك حكيتيه، كيف بتفسري موقف المقاومة مع علم المسبق أنه الوزير جبران باسيل لا يمكن، مش لأسباب شخصية ولكن لأسباب تتعلق بملفات ضخمة كمتابعة نتائج ملف الترسيم، وأكيد أنه شخصية مثل سليمان فرنجية لن يستطيع أن يمارس هذا الدور أو بيعبي هذا الدور، لأنه سبق وأخذها بكل استسهال واستخفاف لموضوع الغاز. وبتعرفي حضرتك هو اللي قال خلي العالم تحسبني مسؤول قدام الرأي العام انه ما في غاز، عم يكذبوا عليكم، يعني بمعنى اخر كذب المقاومه وكذب الرئيس وكذب الوزير جبران باسيل. طيب ليش المقاومه مصره على موضوع الوزير سليمان فرنجيه مع علمها انه الوزير جبران باسيل لن يقبل بهذا الموضوع؟ هيدي اول شق من السؤال. ثاني شق، ألم يعني تتخذ العبر من تسمية نجيب ميقاتي مع العلم المسبق كمان أن الوزير جبران باسيل لم يقبل بتسمية ميقاتي نظرا للملف الملفات المشبوهة اللي بتحوم حول اسمه لميقاتي، وبالتالي تأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي والمالي بلبنان؟ نعم. لك رح لكون موضوعية، لأحكي اللي قلنا واللي علينا، يعني بمعنى آخر. حزب الله لما راح لتسمية رئيس، أو هو وعم يناقش بتسمية الرئيس، كان كتير واضح هو غير مصر على سليمان فرنجية كاسم. وأنا أعتقد أنه بين سليمان فرنجية وبين الوزير باسيل، هو يفضل الوزير باسيل لو كانت الأمور جاهزة للوزير باسيل. ما يطلبه حزب الله رئيس قوي قوي، بمعنى انه قادرين ياخذوا منه، عنده حزب، عنده موقف قديم مش جديد، قادرين ياخذوا منه كلمه بانه هو رح يبقى بال6 سنين هاي بالعهد الجاي مع المقاومه، رح يحافظ على السلم الاهلي وغيره. اذا نحن بدنا نحكي بالمنطق، الوزير باسيل معروف شو خياراته، مش رح اشرحها.
ولكن اذا بدنا نحكي عن سليمان الفرنجيه كما يراه حزب الله، علاقته جيده مع السوري، علاقات تاريخيه، في ضمانه عند للحزب عند الوزير سليمان الفرنجيه بانه هو ما راح يكون بوجن او ما راح يعارض المقاومه وغيرها، وبذات الوقت علاقاته جيده اليوم مع الدول العربيه، يبدو انه ما في مشكل عليه من الطرف الامريكي. الفرنسي لليوم غير موافق على هاي الاسامي كلها على ما يبدو، يعني عنده اسامي اخرى، ولكن منطقيا و8 اذار ما عندهم مشكل مع الوزير السابق سامي فرنجي باستثناء قتال الوطن الحر. ما يعني بالمنطق اذا بدك تشوفها من هاي الناحيه بدك تشيل مشكله الوزير باسيل، هو للي هم عم يطلبوه مناسب. طيب قديش هن اتفضل. مصرين عليه، او قديش هون يعني هون ورقه التفاهم كتب عنا بالصحف بانه هي على المحك كما يبدو بهذا الموقف، بموقف سليمان الفرنجي، بين خيار حزب الله اللي هو بيعتبر انه هو خيار الضامن للمقاومه، وبين رؤيه التيار الوطني الحر والوزير باسيل اللي هي مكافحه الفساد ومشروع ومواجهه. هون نحن بدنا نروح لهذا الخيار. بس في شيء اهم، انه نعم حزب الله يقول انه هو بده سليمان الفرنجي وهو مصر على هذا الاسم، ولكن شاعت الاجواء بانه ما رح يتم تخطي رغبه الوزير هيدا باسيل او التيار اللي الوطني اسأله فيه، الحر. هل راح هيدا يتخطوا رغبته؟ هن حسب ما قالوا انه لا، لن يتم تخطي رغبه الوزير باسيل والتيار الوطني الحر. بس اذا بدنا نحن نجي نحكي بالمنطق، هل هن قادرين او مش قادرين؟ اذا قادرين من ناحيه انه يروحوا لتسميه رئيسه، فيك تسمي رئيس وفيك تروح تنتخبه بالمجلس النيابي وتجيب الاكثريه وغيرها. الاكثريه المسيحيه وين؟ بالشارع. الاكثريه هي عند الوزير باسيل، الشارع اللي وقف 3 سنين عم يعمل معركة مشتركة معكم هو وين؟ هو التيار الوطني الحر مع الوزير باسيل وليس بمكان آخر. إذا هل لمصلحتهم أنه يتخطوا بملف الرئاسة الوزير باسيل؟ لا أعتقد. هذا بغض النظر أنه هن قالوا، يعني هن قالوا بأنه هن لن يتخطوا رغبته. بس هلأ نحن صرنا عم نشوف مواجهة بين حزب الله والوزير باسيل بهذا الملف تحديدا، رؤية مختلفة، اسم انطرح مش بالعلن ولكن أشاع بأنه هذا الاسم اللي هن بدهم إياه. الوزير باسيل طلع وعارضه بالعلن، وبعتقد بعد التسريب اللي صارت من لقائه بفرنسا واضحة جدا، يعني مش بس عم بيعارض الاتفاق، هو عم بيصوب على اللي راح لهيدا الخيار، يعني السقف كان جدا مرتفع. فاليوم يعني نحن تفضل حضرتك كإعلامية، إذا بدك تحطي هذا الموضوع بالميزان، ما بتعتبري إنه سليمان فرنجية هو استمرارية لنبيه بري، للرئيس نبيه بري بالقصر الجمهوري لحتى يتم التغطية على مدة 6 سنين لاحقين كرمال ما تتم المحاسبة وما يتم الإنجاز التدقيق الجنائي اللي بلش فيه الرئيس ميشيل عون؟ هلا باللي حضرتك عم بتقوله عم تعطي الامور اكبر من حجمها. توازن القوى بلبنان اليوم منه هيك، ولكن الدوله العميقه نعم عم بتغطي بعض، الدوله العميقه موجوده نعم، ولكن انا ما بشوف التوازن، يعني اللي عم تحكي عنه خلص من سنين. نحن اليوم امام توازنات مختلفه يعني بالبلد، ولكن وصول الرئيس سليمان فرنجيه، الوزير سليمان فرنجيه على الرئاسه هو بيكون يعني انه انت عم تجي تقول انا بدي اجيب رئيس لا يملك مشروع، انا بدي اجيب رئيس باخر 3 سنين الوضع فيهم بالبلد كان جدا متأزم وهو ما كان عنده اي تصريح، بلا كان عنده تصاريح هي بس بوجه العهد، بس بوجه العهد يعني بوجه مين؟ ما بوجه حلفائك، ما العهد كان عم يتلقى الضربات عن اللبنانيين حفاظا على السلم الاهلي كرمال حلفائك. انت كنت عم بتصوب على العهد؟ اذا شو كنت عم تعمل بهاي المرحلة للتحالف اللي انت فيه؟ شو كنت عم بتقدم بهاي المرحلة؟ كنت عم تحمي حالك وقت يجي ملف الرئاسة تكون حاصل على رضا من الجميع؟ مش هيك بتصير الاشياء، ومش هيك بتصير التسويات، ومش هيك بتحافظ على حالك. اليوم انا رح اقول لك شيء تاني، بغض النظر عن موقف حزب الله من الاسم اللي بدهم اياه للرئاسة، اذا كان الوزير سليمان فرنجي او لا، وبغض النظر عن هني كيف قريوا اللي قالوا امبارح الوزير باسيل، في واقع نحن امامه اليوم، رجل المرحله هو الوزير باسيل، رجل الحلول اليوم هو الوزير باسيل، وهيدا الشيء واضح من تحركاته اللي عم بتصير هلا، هيدا الشيء واضح من الحلول اللي هو عم يطرحها، الباكج اللي عم يجي فيها اللي هي اكبر من اسم رئيس او رئيس،
وتحديدا الرئيس نبيه بري كان عم بسر لاحد زواره، لا مش لحدا معين يعني، ولكن لاكثر من حدا من زواره، بانه الرئاسه رح تمر عبر الوزير باسيل، نحن ما رح نقدر نتخطى هيدا واقع، بغض النظر شو بيسوي بالاعلام وبغض النظر شو بيجربوا يطلعوا يقولوا، ولكن هيدا الشيء واقعي. وكمان يعني تويت توني فرانجي مذهل رده صحيح. على الوزير باسيل، ما فهمت، عم بيقول لك انه انت ما عندك مشروع، فيك تعلي السقف عليه وفيك ترد، ولكن شو يعني شو فكرة انه شفنا لوين وصل، وليش انت وين كنت لما وصل العهد لهون، انت وين كنت، انتوا شو كنتوا عم تعملوا، مش كان الاجدر بانه تتركوا خلافات معينة لما لبنان صار على المحك، لما السلم الاهلي صار على المحك، مش كان الاجدر انه تتركوا هاي الخلافات على جنب وتروحوا تاخذوا مواقف لا مصلحة اللبنانية ولا مصلحة السلم الأهلي ولا مصلحة الفريق اللي أنتوا فيه؟ دوموزيل صفاء، بالنسبة لليوم لفتني تصريح النايب اللي بيسمي حاله تغييري وضاح صادق، وقال يظهر أن رئاسة الجمهورية هي فقط عند جبران باسيل، يعني ممر الرئاسة يجب أن يتم عبره. هل بتعتبر تصريحه نابع من شخصه ولا نتيجة أجواء معينة؟ لأنه بتعرفي الاجتماعات ومين بيأثر على هذا الفريق بالتحديد. لا، بعتقد انه انا بص وضح الصادق يعلم جيدا بانه الرئاسه تمر عبر الوزير باسيل، وكان عم بيقول الحقيقه، ما عليه، امرار بيقولوا الحقيقه. طيب دوماسيل صفاء، بالنسبة للزيارة اللي عملها الوزير جبران باسيل لفرنسا بين امبارح واليوم، وحكي يعني أول مرة بيحكي عن اجتماع صار، وقال اجتماع كان مثمر جدا. هل رشح شوية معلومات هيك بتقدري تطلعين عليها شو هو الموضوع وعن شو كان الحكي؟ أنا شخصيا ما عندي أي معلومات عن تفاصيل الزيارة، وبعتقد ما يعني الوزير باسيل كان واضح بأنه ما بده يقول معلومات مفصلة، ولكن الإطار العام هو بتقريب وجهات النظر، ونحن بنعرف بأنه هو راح بالآخر على عند المجتمع الدولي اللي هو المؤثر الأساسي بالحلول اللي نحن ناطرينها اليوم، أو اللي نحن بأمس الحاجة لها اليوم، الباكج الرئاسية اللي نحن ناطرينها، مشكلة الحكم اللي حكى عنها كمان، أزمة الحكم بالرئاسة وبالحكومة. إذا راح على المكان المناسب، وهو عنده جولة رح تستكمل مش فقط بفرنسا، ومثل ما قال إنه أخذ اللي بده إياه من الزيارة، أو تم السبب اللي هو كان رايح له بالزيارة، هاي هي الحلول أو المبادرة. فرنسا لا تملك مبادرة اليوم، وقال الوزير باسيل، ولكن يبدو أن الوزير باسيل يملك مبادرة وعم بجرب يروح لحلول ولا طرح مشروع كامل للبنان اليوم، تكملة للي صار بالعهد، الأشياء اللي كانت ناقصة ما قدرت تعملها بآخر 3 سنين عم يطرحها اليوم الوزير باسيل. نعم، إنه رجل المرحلة اليوم، ما في حدا تاني عم يلعب هيدا الدور، بس بيرجع بيقولوا لك انه هو غير وسطي وهو مسكر عليه من دول الخارج وغيره. اوكي، اذا مسكر عليه وهو مش وسطي وعم يقدر يلعب كل هيدا الدور، الوسطية بلبنان وينهم؟ اللي صحيح. مش مسكر عليهم من الخارج وينهم؟ شو عم يقدروا يجيبوا لنا للبنان؟ انا ما بدي اجي اقول لك شو عم يجيب لي لحزبي او لتياري او لغيره، يعطونا شيء للبنان، للحل اللي نحن فيه اليوم، وين؟ طيب هل بتعتبري بعد زيارة فرنسا، لأنه أشيع مؤخرا أنه بده يكون في زيارة علنية لدمشق للرئيس بشار الأسد، وهناك يعني كلام عن وساطة بين القطريين والسوريين من أجل تقريب وجهات النظر، هل بتعتبري هذا الدور اللي عم بيلعبه الوزير باسيل هو يدخل ضمن نطاق هيدي الزيارات اللي عم بيقوم فيها؟ لحد اليوم المعلومات بتقول انه تواصل فعلي ومباشر بين سوريا وقطر ما في اي تواصل، في تواصل بين سوريا والمملكة العربية السعودية، في تواصل بين سوريا والامارات، نعم بالفترة الأخيرة خفت وطأته شوي يمكن بناء لظروف معينة، ولكن بعده موجود. في مبادرة كانت عم تقوم فيها ايران بين سوريا وتركيا، وصار في لقاء كمان مؤخرا بعد المبادرة اللي عم بتتم بين سوريا وتركيا، الأكيد أنه رح يسهل المبادرة بين سوريا وقطر. ونحن إذا بدنا نروح نحكي عن ملف النفط اليوم، وفي حال كان في دور
للدولة القطرية فيه على الصعيد التجاري، فهو رح يكون باستخراج النفط والغاز وغيره. هذا الشيء رح يكون على حدود لبنان بالبلوكات، وبعض الحدود المتنازع عليها بين سوريا ولبنان، مش متنازع ولكن في يعني اختلاف محدودة الأراضي ببعضها إذا بالضبط. بدنا ناخذها بمعنى ثاني. الأكيد بأنه وجود قطر تجاريا بهذا المحل هو بيتطلب علاقات جيدة لحد معين مع سوريا، فهي الأكيد رح تصير عن طريق لبنان، أو رح يكون في دور للبنان لإلها. هلا تحديدا إذا الوزير بيصير ما عنده أي معلومات، ولكن الأكيد أنه هو في حال كانت مطلوبة فهو الرجل المناسب لا يقدر يكون وسيط أو لا يقدر يلعب هذا الدور بمحل معين. علاقاته جيدة مع الاثنين، حنكة سياسية ووزير خارجية سابق، ومنعرف كيف كان يلعب دوره بوزارة الخارجية. هل تعتبر موقع الوزير جبران باسيل هلا من بعد ملف ترسيم الحدود، هل بتعتبريه صار على نصف المسافة مع الأمريكيين؟ وممكن لأنه الأمريكيين عادة هن براغماتية بيتعاطوا مع الأقوى بأي دولة وبيتركوا اللي بيكونوا عم بي يعني عم بيتعام عم بيشغلون إذا صح التعبير. وين موقعه من الإدارة الأمريكية اليوم جبران باسيل بعد ملف الترسيم؟ بعدهم مع اللي عم بيشغلون، ولكن اللي عم بيشغلوا بيبقى عم بيشغلوا، ما حيتحول ما حيترقى لمكان اخر. الوزير بيصير رغم العقوبات اللي عليه ورغم كل شيء صار، بس هو حتى ضمن مرحله العقوبات مين قال انه كان مش عم يتعاطى او مش عم يتواصل او ما كانوا عم يتواصلوا معه؟ كان في تواصل وفي تعاطي، وكل المسار السياسي بعده مثل ما هو، كل اللي صار هو عقوبات عقوبات حصار وغيره، ضغط معين صار عليه، ولكن دوره بعده موجود ورح يتطور بالمرحلة القادمة لأنه ما في غيره. يعني ما في حدا يلعب دور الوزير بس اليوم. هل بتعتبري انه مسار الفراغ بموقع الرئاسي رح يطول دوموزيل صفاء هلا بالنسبة للمتابعة التصوير؟ قصة الوقت ولقديش الفراغ وهذه الأمور، هاي يعني أنا بعتبر إنه أمرار بموقف واحد، بمبادرة واحدة، بحدث معين بلبنان كلها بتروح. التحليلات اليوم، الأجواء اليوم بتقول الفراغ طويل. هذا ما بيعني بأنه ما في أمل لأنه يصير في مبادرة أو يصير في أي حدث معين يعجل بملف الرئاسة، ولكن لليوم إذا بقيت الأجواء مثل ما هي، إذا ما صار في شيء جديد، نعم الفراغ طويل مثل العادة. يعني دائما نحن بأزمة حكم، دائما تطلع برئاسة الجمهورية، البلد بيضل مكفى وماشي وفي فراغ رئاسي. دوموزيل صفاء، هل بتعتبري بعد الانتخابات النصفية، بعرف وقتك قد ايه بعد عندي وقت؟ صارت 10 أو بعد؟ ايه صارت 10 ودقيقتين، يلا قد ايه بعد عندي وقت؟ خلينا آخر سؤال. طيب بالنسبة للانتخابات النصفية اللي صارت بالولايات المتحدة وتثبيت فوز الديمقراطيين بأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، هل بتعتبري النتيجة اللي راح تصير مباشرة اللي هي إعادة التفاوض مع الصين وأيضا تثبيت الاستقرار السياسي بالعراق وربما طرح موضوع الاتفاق النووي مجددا بين الولايات المتحدة وإيران، هل ممكن من بعد هيدي الأشياء اللي بدها تتم رح يصير في موضوع التسوية الكبرى لحتى نرتاح بلبنان ونبلش نحصد ثمار ملف الترسيم؟ نحن قلنا سنتين عم نقول ناطرين التسوية الخارجية لنرتاح بلبنان، ناطرين أشياء معينة لنرتاح بلبنان. بعتقد منا هالقد مباشرة، يعني اللي حيصير بلبنان حيصير بلبنان بانتظار التسوية الخارجية. التسوية الخارجية قد تأثر ولكن تأثيرها غير مباشر لهي الدرجة على لبنان. اللي معقول يأثر على لبنان هي العلاقات السعودية الأمريكية، النقاط الخلاف اللي موجودة بيناتهم، ولكن هي بدها وقت. يعني ما بعتقد قبل 3 سنين او سنتين قد نروح لحلول فيها. الملفات الاخيره حد الاخي الباقيه حتضل عالقه وما لها تاثير مباشر بالمعنى المباشر. طيب سؤال أخير لو سمحت، بس تفضل. الكباش اللي عم بيصير بين الرئيس نبيه بري والرئيس غدعون خاصة بعد الدعوة اللي قام هو وعائلته ضده، هل بتعتبري هناك انتقام من الرئيس غدعون نتيجة تجرؤه على فتح ملفات الفساد وتقطيع الخطوط الحمر فيما يتعلق برياض سلامة؟
لك انا قلت لك قبل انه هاي الملفات ما كتير عندي تفاصيل عنها، يعني الملفات القضائيه، ولكن بالمجمل اكيد يعني اللي قامت فيه القاضي غادة عون ومعركتها بوجه المصارف وبوجه رياض سلامه هي منا وليده اليوم، وكل المنظومه عندها مشكل مع غادة عون، وكل المنظومه حلمها الانتقام من غادة عون، هيدا تحصيل حاصل. واللي صار مع بملف المصارف ومع رياض سلامة وغيره ما كان حدا بلبنان بيتوقع انه نحن نقدر نروح له، بس تفاصيل عن الملف ما عندي صراحة. دوميزيل صفاء درويش الإعلامية الجميلة أخلاقيا والجميلة مضمونا، أنا Thank بدي you. أتشكرك على هيدي، أنا والشباب والصبايا كل اللي عم يحضرونا بدول العالم بدي أتشكرك على هالإطلالة، وإن الله راد بيكون معنا إطلالات تانية، شكرا لك وبتمنى ولكل لك اللي عم عشاء يحضرونا. طيب Thank وسهرة you. رايقة، وميرسي كتير لإلك وتصبحي على ألف خير. Thank you. ميرسي كثير لك. أوروار. مجددا الشكر الكبير لدوميزيل صفاء درويش الإعلامية الجريئة واللي بتحكي الحقيقة مثل ما هي، لو حتى يمكن حدا ينتقدها لاحقا، وخاصة فيما يتعلق بملف كبير مثل ملف رئاسة الجمهورية، وخاصة الكلام اللي بنحكى عن الوزير بشيل اللي هي ما عم بتجامل بهذا الموضوع، عم تحكي الحقيقة، لأنه الرجل الدولي الوحيد بعد العماد عون اللي عن جد بيكون رجل دولي بكل معنى الكلمة هو الوزير جبران باسيل، اللي بيتمتع بكل المواصفات مش بس ليكون رئيس الجمهورية ولكن ليقود لبنان إلى خشبة الخلاص، لأنه بلشت مع فخامة الجبل اللي هو الرئيس ميشيل عون، وأكيد ما بتنتهي إلا مع أشخاص مثل جبران باسيل ومثل هالشباب والصبايا الحلوين اللي صار لهم 3 سنين بتابعونا، وأيضا كمان اللي عم بيعملوا زومات معنا كل يوم، ومش ما في داعي اذكر بكل فيديو، الفيديو تبع امبارح واول امبارح حاز على ملايين المشاهدات، واكيد الحلقه مع دوميزيل صفاء درويش رح بتكون كمان كتير شيقه وكتير رح تنسمع وتتداول وتعمل سيركيلاسيون بين المشاهدين. على امل الالتقاء معكم بكره الساعه 9:30 بتوقيت الجبل، الشكر الكبير لكم، تصبحوا على ألف خير، ومثل كل آخر فيديو بنقول له نحن معك لآخر نفس. كنا حابين نطول أكثر مع دوميزيل صفاء بس لأنه عنده ارتباطات تانية، فبنشكركم وتصبحوا على ألف خير.